استقبلت جماعات الإرهاب الحكومة اليمنية الجديدة بقصف مطار عدن بعد وقت قصير من هبوط الطائرة التي أقلتها من الرياض. ولئن سقط عدد من القتلى وأصيب العشرات في الانفجارات، إلا أن الأذى لم يلحق بأي من وزراء حكومة معين عبد الملك، ولكن الهجوم كشف عن أول التحديات التي تواجههم. جماعات الإرهاب سواء كانت من الحوثي أو من تنظيم القاعدة توجست خطراً من حكومة الوحدة الوطنية التي استهدفت رأب الصدع داخل المعسكر الموالي للشرعية، لا سيما وأن الهدف الرئيسي منها هو إرساء قاعدة سياسية وعسكرية موحدة للحل السياسي أو للحرب نفسها إذا ما اختار الحوثيون مواصلة القتال. الحكومة التي تم الإعلان عن تشكيلها في 18 من الشهر الجاري انطوت على توزيع للمناصب بين فرقاء الشرعية وبخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي على نحو يضمن الشراكة في المسؤوليات ويحد من الصراعات الداخلية التي كانت سبباً من أسباب إطالة الأزمة. وتضم الحكومة 24 وزيراً وكانت بمثابة جزء تنفيذي لاتفاق الرياض الذي وقع قبل أكثر من عام بوساطة سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ولكن الأمن ليس هو التحدي الوحيد رغم أنه الأكبر، فالبلاد تواجه نقصا في الأموال يترافق مع تراجع العائدات وتعثر مدفوعات الرواتب للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، فضلا عن العديد من المشكلات الإدارية الأخرى. جبهات القتال التي ما تزال تستعر في الحديدة وتعز ومأرب والجوف وغيرها تضع على عاتق الشركاء الحكوميين الجدد مسؤوليتين كبيرتين: الأولى توحيد الجهود العسكرية لمواجهة التحدي الحوثي، والثانية تحسين مستوى إدارة المناطق المحررة، شيئان إذا تم فعلهما يعرف الحوثي بهما أن هزيمته تقترب.